وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تحقيق حلم المصريين بالتأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة، والذي تم تطبيقه في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وأيضا جنوب سيناء، أثبت كفاءته بشهادة المستفيدين الذين يبلغ عددهم 4.6 مليون مواطن. في هذا الإطار أكد وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل محمد معيط، أكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستمتد إلى محافظتي السويس وأسوان بدءا من العام المالي الجديد. هذا وأوضح معيط أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لمسؤولين صينيين في بكين، قال إن الرسوم الجمركية التي يقترح الاتحاد الأوروبي فرضها على سلع صينية ليست بعقوبة. وأضاف المسؤول الألماني خلال اجتماعه مع تشانغ شان جي رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أن أي إجراء بفرض رسوم مضادة يكون مبنيا على المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي، وأن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى التعويض عن مزايا تمنحها بكين للشركات الصينية. أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة توسعا قويا في استهلاك الكهرباء في الصين شهر مايو، وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي. وأضافت البيانات أن استخدام الطاقة ارتفع بنسبة بلغت 7.2%، وذلك على أساس سنوي، ليصل إلى 775.1 مليار كيلوات في الساعة الشهر الماضي. على وجه التحديد، ارتفع حجم الطاقة التي تستهلكها الصناعات الأولية والثانوية بنسبة 10.3% و6.8% على أساس سنوي على التوالي. ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي إلى مستوى قياسي عند 2.1 مليون برميل يوميا في شهر مايو، ذلك بحسب ما كشفت عنه مصادر تجارية وبيانات ملاحية. وارتفعت حصة النفط الروسي في مشتريات ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم إلى ما يقرب من 41% الشهر الماضي بحسب ما أظهرته البيانات. كشفت البيانات عن أن الهند اشترت نحو 5.1 مليون برميل يوميا من النفط في مايو بزيادة قدرها 5.6% عن شهر أبريل. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام بفعل قوة الدولار، ووسط بيانات اقتصادية سلبية من مناطق متفرقة حول العالم. انخفضت العقود الأجلة الخام برنت بنسبة بلغت 0.6% مسجلة 85 دولار 24 سنتا للبرميل، فيما هبطت أيضا العقود الأجلة الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.7% مسجلة 80 دولار 73 سنتا للبرميل. تراجعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.24% مسجلة دولارين 52 سنتا للتر، فيما أيضا تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.31% مسجلة دولارين 72 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. سجل النشاط الاقتصادي الأمريكي على مستوى له في 26 شهرا خلال يونيو مع زيادة وتيرة التوظيف، مما أنعش الأمال في أن يصبح تباطؤ التضخم في الأونة الأخيرة مستداما على الأرجح. وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى 54.6 نقطة هذا الشهر. تعكس القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب أن الاقتصاد اختتم الربع الثاني قويا، حيث يعد حاجز 50 نقطة هو الفاصل ما بين النمو والانكماش.